شخصيا غدا إذا توفر سياق سياسي مختلف، وكان هناك عدة مرشحين للرئاسة، وكانت هناك شخصية قبطية مصرية تعتقد أنها الأكثر كفاءة والأكثر تأهيلا، لديك استعداد أن تصوت لها لتكون رئيسة الجمهورية؟ لكن هناك جماهير لديها ثقافة ولديها تاريخ ولديها تراث وعبء تاريخي كبير من ثقافات متراكمة. ليس أنا وأنت حتى نضحك على بعض الآن أمام الكاميرات ونقول أننا نستطيع أن نختار مسيحيا إذا توافرت فيه الشروط، لأن هناك أغلبية مسلمة موجودة في مصر، وهذه الأغلبية تراث وتاريخ وتعليم وثقافة وارتباط عضوي وارتباط عاطفي بالدين، لكن دورنا قد يجعلوهم دورنا كنخب أن نضرب المثل لهذه الجماهير، ليس أن نسيرها دائما. نقول ذلك كل يوم ونحاول أن ننير الطريق للناس. كما قلت لك، لا فرق بين مسلم ومسيحي في مصر، ولكن هناك رجل رجال أعمال لم يصل إلى مرتبتهم أحد في مصر، نجيب ساويرس، لا يوجد فوقيه حد في رجال الأعمال في مصر. لماذا نأخذ الجهة الأخرى ولا نأخذ الجهة الثانية وهو صاحب تأثير قوي في مصر باعتباره رجل أعمال كبير؟